رح نحكي اليوم عن الجهود الموجهة لمنتدى اختار عنوان المسؤولية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وفي سوق العمل. أكيد نورو، رح نحكي كمان عن كيف ممكن يتحقق هذا الهدف ويتحول طبعا التطوع إلى ثقافة عند الشباب بمجتمعنا. هذا الشيء رح يكون بالتفصيل مع ضيفنا لليوم الدكتور منير عباس، رئيس مجلس إدارة الموارد البشرية في سوريا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، دايما معكم في شيء جديد. خلينا بالبداية نحكي عن المنتدى والعنوان. لما نقول المسؤولية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة، نوقف عند العنوان أول شيء بعدين نفصل المنتدى. تمام. نحن كمؤسسة إدارة الموارد البشرية بنهتم طبعا، نحن مؤسسة ومجتمع أهلي، فواحدة من أهدافنا الأساسية هو دمج كل أفراد المجتمع بغض النظر إذا كانوا هن من الأشخاص ذوي الإعاقة أو هن الأشخاص آخرين، يعني هن الأصحاء. فنحن هدفنا ندمجهم بسوق العمل. هذا الدمج بسوق العمل ما بيميز بين فرد عنده إعاقة أو فرد ما عنده إعاقة أبدا. فعملنا هذا المنتدى بيتزامن مع مناسبتين عالميات، هن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ب 3/12، وبنفس الوقت بيتزامن مع اليوم العالمي للتطوع اللي هو ب 5/12. جمعناهم مع بعض وعملنا هذا الإيفنت لحتى نقدر نحن عن طريق الممارسات الصحيحة بالشركات اللي هي أخذة دور ريادي بهالملفين هدول، نقدر نظهر للمجتمع السوري أنه كلياتنا قادرين متمكنين أنه نقدر ندمج ذوي الإعاقة كمسؤولية مجتمعية داخل سوق العمل. فنحن عندنا، بتعرفوا أنتم موضوع المسؤولية المجتمعية واليوم التطوع العالمي هو ملف واسع جدا. نحن أخذنا الشق منه اللي بيتزامن مع المناسبة الثانية اللي هي هالشريحة من المجتمع، كيفية التعاون معها لإدماجها داخل سوق العمل. المسؤولية المجتمعية طبعا هي مفهوم رائع جدا، وهي شغلة كلياتها يعتمد على أخلاق الشركات وعالم الأعمال بأنه يلتزم باستدامة المجتمع اللي عم يمارس فيه عمله. فقد تقع على عاتقه هو تنمية المجتمع. تبدأ تنمية المجتمع والمسؤولية المجتمعية من موظفين الشركة نفسهم وتعطيهم حقوقهم، تراعي ظروفهم كلياتها، وبعدين نطلع للمجتمع اللي هن جزء منه هدول الموظفين وجزء منه البيئة الجغرافية لممارسة العمل التجاري. أما عن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة فهو واسع جدا أيضا، وبيستاهل كمان حلقات بنحكي عنه، ولكن نحن عم نحاول ندمج بين التنتين. وهلأ نحن ببداية شهر 12 ولا حتى 10/12 في عنا عدة مناسبات، هي كلها مناسبات تدخل ضمن إطار المسؤولية المجتمعية. عنا طبعا حملة 14 يوم إلى 16 يوم لا للعنف ضد المرأة، كلها عم تتزامن مع بعضها، بس أنا بحس أن كلها تتقاطع مع بعضها تحت بند المسؤولية المجتمعية. صحيح. سواء كانت أشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان لا للعنف ضد المرأة والحملات هي الإنسانية. نعم دكتور، بما أنك حكيت عن المسؤولية المجتمعية واللي هي جزء كبير بيندرج منها تحت عملكم بتفاصيل مختلفة، اليوم المنتدى مثل ما قلت فرصة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة فينا نقول بسوق العمل. الآلية اللي رح يتم العمل عليها كيف، وخصوصا اليوم الشركات سابقا مثل ما قلنا بيقدروا يدخلوا على موقعكم يشوفوا المشتركين، والمشتركين بيقدروا يفوتوا يسجلوا، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصة هل عم بيكون عندهم نفس القدرة أو بيكون في حدا عم بيساعدهم من الجمعية؟ طبعا الملف كتير واسع. أولا نحن لازم حتى نقدر ندمج ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، هيك تسميتهم عالميا حاليا، فهو أنه لازم أول شيء نهيئ البنية التحتية بالشركات. نحن جبنا شركات نموذجية، هي شركة سيريا تل شركة نموذجية حتعرض كيفية بناء البنية التحتية داخل المؤسسات، بحيث يدخل الشخص ذوي الإعاقة أنه من الباب حتى إنهاء 8 ساعات دوام بدون أي مساعدة أبداً. هي أول شيء إحنا بدنا نهيئ البنية التحتية، سواء كانت بالمؤسسات التعليمية، سواء كانت بالمؤسسات الاقتصادية اللي عم تشغل هدول الأشخاص. ثاني شيء حنضوي على بند كتير مهم اللي هو، تعرفوا إحنا حسب قانون العمل 4% من العاملين داخل القطاع العام ممكن ندمج فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. وبالنسبة للقطاع الخاص ملزم ب 2%، لهلأ ما تفعل هذا الموضوع. 2% لازم يشتغلوا هن من ذوي الإعاقة، وهدول الأشخاص في حال أنا ما عندي أماكن مهيئة لتشغيلهم أعطي الحد الأدنى من رواتبهم إلى صندوق المعونة الاجتماعية يعمل لهم مشاريع. فلحنا هذا الشيء لسه ما تفعل. صحيح. صاروا طالع قانون العمل الخاص من عام 2010 ولهلا ما تفعل هالبند، بدنا نضوي على هذا البند. الشغلة الثالثة، هناك دور كتير كبير للمجتمع الأهلي، مثلنا نحن جمعية إدارة الموارد البشرية، نحن كل كورساتنا وكل تدريبنا لذوي الإعاقة مجاناً.
يعني هي اللي احنا متبنينا من عام 2007 حتى الآن، ودخل كثير طبعا أشخاص ذوي الإعاقة. هناك إحصائيات تقول بالمجتمع السوري بين 15% لل 22-23% من الأشخاص الموجودين عندنا بالمجتمع يعانون من إعاقة خاصة. أوكي، فهذا بنسبة كثير كبيرة ما عاد نحن نقدر نستهين فيها. طبعا هناك أرقام رسمية تعاند هذا الشيء بتقول 15%، مو خلافنا على الأرقام، خلافنا على التفعيل الأساسي، بناء حقيقي كبنية تحتية لمجتمعنا لاستقبال هذا النوع من الإعاقات. عندنا مشكلة كبيرة مثلا اللي هي ما هي وسيلة النقل. احنا بنعطي مقاعد مجانية على سبيل المثال، دورات مجانية لذوي الإعاقة، ولكن نقلهم من أماكن سكنهم للكورسات هو كمان في عندنا صعوبة كبيرة. الأصحاء عم يعاني احنا من المواصلات، ما بالك ذوي الإعاقة بدهم وسائل نقل خاصة فيهم. صحيح. والشيء الآخر أيضا احنا بدنا نشجع المجتمع الاقتصادي اللي عندنا وليكن القطاع الخاص انه يساهم بشكل كبير، اما بطريقه مباشره او عن طريق مؤسسات اهليه مثلنا. نقدر نحن عن طريق دعم المسؤوليه المجتمعيه نقدر يخصصوا، بتعرفي انت احيانا الشركات بتقول لك انا بدي اقدم مبلغ من المال لتنميه الطلاب باعمار معينه، انا بدي اقدم مبلغ من المال حصرا الى الايتام، انا بدي اقدم مبلغ من المال حصرا لذوي الاعاقه البصريه او الاعاقه السمعيه، يحددوا هن شو بدهم. نحن بالمنتدى استاذتي نحن برعايه وزاره الشؤون الاجتماعية والعمل جمعنا كل الأطراف، المنظمات الدولية، جمعنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن الملف، وجمعنا الشركات الرائدة في مرحلة المسؤولية المجتمعية سواء بنوك سواء مؤسسات اتصالات، وعم نضوي على شغلة كتير مهمة. هناك مهن تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. خصوصا في عالم الاتصالات، الكاستمر سيرفيس، خدمة الزبائن على التليفون ما بدها مكان تواجد، ممكن من البيت يكون عبارة عن مجتمعات كلها تتعمل من المنزل وتؤدي الغرض وتساهم بالمجتمع وتحقق عائد لها. هناك مهن الآن كله بجو العمل الافتراضي على الانترنت، الجرافيك ديزايننج، كتابة المحتوى، إدارة صفحات التواصل الاجتماعي. صحيح. كل العمل الافتراضي يناسب المسؤولية المجتمعية اللي هي ببند الاحتياجات الخاصة أو خلينا نقول الأشخاص ذوي الإعاقة. ليش ما نضوي عليها؟ فهلأ نحن في اتجاه جديد عالمي أنه تكون في عنا تجمعات هي عبارة عن أشخاص تعمل في المنازل تؤدي العمل من منازلها، هذا يتناسب 100% ويتقاطع مع الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا بدنا نضوي عليه، وعندنا شركات بلشت بهذا الموضوع وبدنا نعلن عنها نحن إن شاء الله بالمنتدى حتى تكون مفاجأة الموجودة، حتى ما حدا يقول إنه نحن عم نأخذ أفكار. طب خلينا هيك نعطي بعض التفاصيل، لو كانت مفاجأة خلاصة المنتدى النتيجة الأساسية لما تقول بلشتوا ببعض الخطوات الفعلية نحو هذا الموضوع شو رح تكون؟ يعني نحن دائما نشوف منتديات، بنشوف كثير من الفعاليات والنشاطات، بس النتيجة الأساسية لما أقول أنا فعليا طلعت بهدف من هذا المنتدى وبلشت على أرض الواقع نفذ جميع المعطيات اللي ممكن أنا طلعت منها من هذا المنتدى، والتشبيك لما نقول قطاع عام قطاع خاص، وقلنا بس القطاع الخاص لسه ما نفذ هذا القانون بشكل كامل، كيف التشبيك رح يكون؟ كيف رح يكون هاي القصص كلها التنفيذ على أرض الواقع؟ التنفيذ على أرض الواقع من خلال الجمعيات الأهلية اللي هي قادرة على التشبيك. إحنا جمعيات الأهلية قريبين جدا من البنية التحتية للمجتمع، نعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بالأسماء، بنعرفهم وملفاتهم كلها واضحة بالنسبة لنا. ومعنى الحوكمة ومعنى القانون اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومعنى القطاع الخاص اللي هن موجودين على أرض الواقع. نحن دعينا أكثر من 100 شركة ذات اسم كبير في سوق العمل عندنا في سوريا ومستهلكة جدا للعاملين والموظفين، وأيضا دعينا بعض الشركات اللي عندها تجربة رائدة حتى نحكي لحنا عن العدوى بالتجارب المستفادة. يعني ما بدنا لحنا نحكي ملف نظري يقولوا هذا يناسب الدول المتقدمة، ما موجود عندنا، بالعكس جبنا لحنا أفضل الشركات كبنية تحتية، أفضل الشركات اللي مشغلة بنسبة أكثر من 2% وهي شركات خاصة متجاوزة هذا الموضوع كمسؤولية مجتمعية. دعينا شركات ما عندها بنية تحتية ولكن عم تعطي دعم مادي لمنظمات أهلية هي قادرة تقوم بمشاريع لحسابها. فنحن عملية التشبيك هي لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا المجتمع الأهلي. أيضاً عندنا ثقة الوزارة كتير كبيرة ببعض الجمعيات الأهلية لأنه فاعلة نحن على الأرض جداً، وعندنا هذا الملف يجب أن يخرج خلينا نقول ببعض التوصيات. هي التوصيات حنحاسب عليها، نحن كاتبين ثلاث توصيات. مسؤولية مجتمعية درجة أولى هي مسؤولية الجميع، التطوع أسلوب حياة، وأيضاً الإعاقة هي انطلاقة وليست هي نهاية حياة. فنحن بنهاية المجتمع حيكون السلوغان تبعنا كلياته مجتمع قادر ومتمكن. طيب دكتور منير، خلينا اليوم كمان نحكي شوي، قلنا ببداية حديثنا اليوم ثقافة التطوع عند الشباب أصبحت جزء من تنمية المسؤولية المجتمعية لديهم من خلال دمجهم
بعض الشباب اليوم نعرف الظروف الاقتصادية اللي عم بتمر، بيقول أنا بدي أعطي جزء من وقتي للتطوع المجاني، طبعا نعرف هذا الشيء، وجزء آخر بتمنى يكون بشيء هو تطوعي وبنفس الوقت أقدر استفيد منه لاحقا بمجال العمل، ما يكون فقط أني أنا وقت مستقطع منها، لأنه بتعرف هلأ كلياتهم بدهم شيء يعطيه مردود مادي. أنتوا عم تعملوا الاثنين مع بعض، تعطوهم مردود مادي، أحيانا عم بتدربوهم على نفقتكم الخاصة، وأيضا عم بتنشطوا موضوع ثقافة التطوع. خلينا نحكي عن هالتفاصيل. نحن التطوع بالنسبة لنا حصرا كجمعية أهلية مؤسس إدارة الموارد البشرية، من وقت ما أنشئنا ورخصنا من وزارة الشؤون رافعين شعار أنه التطوع هو أسلوب حياة وليس هواية، فالتطوع بالنسبة لنا هو مسيرة حياة مهنية. ما في متطوع إجا اشتغل عنا نهائيا إلا وحصل فرصة وظيفية ولفت نظره، لا لفت نظر المجتمع الاقتصادي له. يعني احنا فيني اقول لك لهلا تعداد المتطوعين عندنا اكثر من 500 ل 520 متطوع لقوا فرصه عمل عن طريق فرصه التطوع اللي عندنا، ولم يكن الهدف لهم هو فرصه العمل، ولكن هي اجت لحالها تحصيل حاصل. التطوع وقت انت تعطي من وقتك وتحمليه كمسؤوليه مجتمعيه، هو ليس صار الوقت الفراغ او الوقت الضائع. الشيء اللي عم الفرق بين اسلوب حياه وبين التطوع وقت كهوايه هو انه حتى لو توظفتي يصبح دائما في عندك مسؤولية مجتمعية دائمة، حتى بالشركة اللي أنت موجودة فيها حتكوني عم تفتحي الأبواب لمتطوعين آخرين. صحيح. يدخلوا نفس الباب للسوق العمل. عنا مشاريع، عنا مثلا آخر منتدى عملوه المتطوعين سميناه هاند ميد، إحنا الملتقى فرص العمل اللي عملناه كان هو من إنتاج 60 متطوع، يعني إحنا ما جبنا أي شركة تجارية لحتى تقوم بتنظيم المعرض. المعرض نظمه 60 متطوع، كافأناهم طبعا سواء بالنسبة لمعنويا بشهادات تقدير، وأيضا شيء رمزي ماديا لأنه إحنا جمعيات أهلية ما أنا منتجة اقتصاديا لحتى تجيب عائد كتير كبير. هدول المتطوعين اللي عنا إحنا هلأ حيشتركوا أيضا بكل المنتديات. غير هيك صار في عنا جمعيات كتير بتقصدنا إحنا، ممكن تبعتوا لنا عدد من المتطوعين في مجال معين بمردود مادي، فصرنا كأنه عم ننظم العمل التطوعي مدير للدخل، وليس فقط هو عبارة عن هواية ووقت مستقطع وقت يكون في عندك فراغ. طيب ختاما خلينا نحكي معك دكتور، عم نودع سنة 2022، نستقبل سنة 2023، شو النشاطات القادمة لكم بالمؤسسة؟ حاطين جدول أعمال للعام القادم؟ دائما معكم بكل استضافة في شيء جديد على أرض الواقع، أهم شيء أنه للمجتمع ودعم المجتمع الأهلي اليوم. تمام، احنا عاملين شغله، انتقلنا الى التحول الرقمي الان وصرنا هلا في عالم الاعمال الرقميه. عملنا ملتقى افتراضي هلا، ما زال مستمر الملتقى الافتراضي، اكثر من 80 شركه فاتحه ابوابها للاستقطاب وللتوظيف افتراضيا بمعرض فرص العمل هو تابع للجوب جيت. صحيح. انتهى هو على الارض ولكن استمر هلا شهر، يعني اي شخص هلا من المتابعين بيحب يفوت على موقع jobgate.sy بيفوت بيلاقي معرض افتراضي بيقدم سي فيته حتى لو كان بغير محافظات، عنده فرص عمل وكل يوم عم تزداد الشركات. هذا شيء رائع، يعني بلشنا المعرض ب 54 شركه، لامبارح صار في عنا 79 شركه الحقيقه، وال 80 اليوم عم تكمل معنا انه قديش انتشرت هالثقافه. الشيء الثاني اللي احنا رايحين على المؤتمر السنوي الاول لاداره الموارد البشريه بسوريا، حنستدعي ضيوف من دول صديقه وحتكون من الدول الاقليميه، وحيكون لاول مره في سوريا في مؤتمر بيوطن عمليه اداره الموارد البشريه كمهنه حقيقيه. حيجي سبيكرز من عده دول بدول العالم حيحكوا لنا عن تجاربهم، حيكون في دورات تدريبيه على الهامش ايضا. الان ونحن موجودين هون في شهر الموارد البشريه، ابتدا معنا من 14/11 ويستمر حتى 15/12، ايضا لاول مره ينقل افتراضيا، يعني حتى الاشخاص الموجودين بالمحافظات ما حضروا ورشات العمل اللي عم تعملها المؤسسه بالتعاون مع تراث الامانه السوريه للتنميه، بيقدر يحضرها من غير محافظات. نفس المحاضره عم نمنتجها وعم نرفعها نحن باستوديو افتراضي، صار كانه اي شخص موجود باي رقعه جغرافيه في سوريا والعالم ايضا بيقدر يحضرنا. شو عم نحضر نشاطات، وفي عنا الحفل السنوي ب 14/1 ان شاء الله مدعوين انه تكونوا أكيد موجودين معنا. حيصير عمر الجمعيه او المؤسسه 16 سنه من الانجاز والقدره والتمكن ان شاء الله. اكيد بدنا نشكرك دكتور منير، ونتمنى لكم التوفيق مثل العاده بكل النشاطات اللي عم بتقوموا فيها، وضلوا داعم دائما وسبيل لكل الشباب السوري. شكرا لك. شكرا لكم.